للحد من ظاهرة العنف الأسري، إطلاق ورشة في نواكشوط حول استخدام قاعدة بيانات النزاعات الأسرية، بمشاركة موريتانية، بدء الدورة 42 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. بحضور لبيب من المؤرخين، تنظيم ندوة ثقافية حول دراسة المستشرقين للتراث الموريتاني المغربي. نائب الرئيس الأمريكي من وارسو، إيران الراعية الأولى للإرهاب في العالم. بعد اعترافه بالتحايل، عقوبة إضافية تواجه سيرجيو راموس. على خلفية عرضه في أحد المتاحف، صراع بين مصر واسكتلندا على حجر خوفو.